قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في الآيتين ديلا يا جماعة في أربع حجج كما قال ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد. هذه الأمور الأربعة تجعل الذي يدعو غير الله هو أضل خلق الله. أربع أشياء لو فكرت فيها بتعرف إنه أضل خلق الله الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. قال ومن أضل، أضل على صيغة أفعل، يعني لا يوجد أحد أضل من هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، البنادي غير الله سبحانه وتعالى. ليه ضل؟ أربع أشياء. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو دعيت من السيل يوم القيامة ما بيستجيب لك يا فلان يا فلان لما قامت القيامة، أو دعيت الليلة هو من الليلة لما تقوم القيامة ما بيستجيب لك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، واحد. ثانيا وهم عن دعائهم غافلون، انت بتدعو وهو مشغول بحاجة ثانية. زول مات بتقول يا فلان الحقنا، وفلان مشغول جوا عنده أسئلة من ربك وده بيجاي بينادي فيه، هو غافل عنك ذاته وعنده مشكلة جوا دار حلة دار ينجو، مشكلة بتاع الذنوب ومعاصي وكذا ودار ينجو وانت بتدعو فيه. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، عربية دارت تنقلب نص الليل، المرأة تقول يا فلان هو نايم يبقى غافل عن مشكلتها أصلا. ثلاثة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، لو في الدنيا في محبة بينات يوم القيامة بتبقى عداوة، لقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي المودة المحبة، شكيه قال لك وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. أربعة وكانوا بعبادتهم كافرين. لذلك يا جماعة الإنسان لا يدعو غير الله سبحانه وتعالى ولا يلجأ إلى غير الله، ويعلم أنه إذا دعا غير الله هو أضل خلق الله، كما قال مؤمن آل ياسين أو المؤمن الذي في سورة ياسين إني إذا لفي ضلال مبين.